في بداية حياتي كنت قومي عربي في شبابي كنت إسلامي مفيش مظاهرة عشان فلسطين أو العراق كنت بفوتها كنت إمام جامع بخطب بالغرب مريت بتجارب حياتية غيرت من أفكاري قريت كتير ومريت بتجارب كتير خلتني أتغير بقيت ليبرالي كلاسيكي صرت ليبرالي كلاسيكي برنامجنا ممكن يكون صادم ليك حنقدم لكم افكار جديده نابعه من تجربتنا هتتفقوا او تختلفوا معنا بس اكيد رح تصنعوا فرق <applause> اهلا بيكم معاكم صامول تدرس باحث مصري في معهد هاتسن في واشنطن وأنا عمار عبد الحميد كاتب وناشط حقوقي سوري مقيم في واشنطن. ما تغير من النقيض إلى النقيض هو موقفه وبكل صراحة تفاجأنا من تعاونه بهذا الشكل خلال محادثاته مع وفد كوريا الجنوبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيلتقي بزعيم كوريا الشمالية لو كان اوباما اخذ الخطوه دي كنا انتقدناه زي ما بالضبط انتقدناه في علاقته مع ايران في زيارته لكوبا يبدو لي ان في عدم فهم لطبيعه الانظمه الشموليه من قبل اوباما وترامب اسمع سام طالما الحل العسكري شبه مستحيل بكوريا طالما الحل للعقوبات الاقتصاديه ما عم يمشي حاله بسبب عدم تعاون روسيا والصين مع تطبيق هذه العقوبات ما عاد بقى عندنا غير الحل الدبلوماسي والحل الدبلوماسي بشكل من الاشكال رح يشمل تطبيع مع هذا النظام الكوري بصرف النظر عن انتهاكاته لحقوق الانسان بصرف النظر عن طبيعته الشموليه بس برايي اذا توصلنا بنهايه الامر الى تفكيك المشروع النووي العسكري الكوري فالموضوع مقبول على الرغم من كل هاي المساوئ بس خوفي مثل ما انت قلت انه نتوصل لاتفاقيه مثل اتفاقيه اوباما مع ايران بشان السلاح النووي هي اتفاقيه تاجيل حل ما لا اتفاقيه حل وبالتالي بتكون كوريا الشماليه تحصلت على كل شيء بدها مقابل لا شيء جدل يثار في المغرب حول تدريس الفلسفة وإبدال المادة بالتربية الإسلامية الوزارة من ناحية تنفي وتؤكد أن هذا مجرد إعادة ترتيب للمواد الملفت بالنسبة لي هو أن الموضوع القرار لا يأتي على يد الإسلاميين كما يتخيل البعض الوزير المعين الذي يتخذ هذا القرار ليس إسلامياً بالنسبه يعني لموضوع التربيه الاسلاميه والعلاقه مع 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 الاسلام بشكل عام في كثير خلط عندنا بمجتمعاتنا حتى عند الشخصيات العلمانيه ما بين الانتماء لثقافه وتراث معين والانتماء لدين كفكر اعتقد انه لما بننظر لتاريخنا ولتراثنا الجامع. حنلاقي شخصيات مثل ابن المقفع وابن خلدون وابن سينا والفارابي والكندي وابو نواس وبشار بن بورد وغيرهم وغيرهم مو معقول نعتبر انه بينتبهوا للفكر الاسلامي لهم افكار جدا مختلفه فاعتقد انه نحن تراثنا ناتج عن اختلاط وناتج عن تفاعل ما بين ثقافات واديان مختلفه وهذا الشيء اللي لازم ندرسه بالحياه بالمدارس طبعا دي مش اول مره يثار فيها مثل هذا الجدل من سنتين كتاب للتربيه الاسلاميه يشير الى الفلسفه باعتبارها تفسد العقول، الامر مرتبط في نظري مش بس بالنظره الدينيه مرتبط بنظرتنا للحداثه ككل، احنا بنبص للتقدم الغربي إنه هو مرتبط بشويه الات شويه تكنولوجيا مش إنه هو مبني على افكار فلسفيه هي سبب تقدم هذا الغرب. بالضبط ونقطة ثانية أنا بحب أعلق عليها هون كمان إنه التربية الدينية بمدارس فيها بمجتمعات فيها تعددية مذهبية ودينية أمر إشكالي بالنسبة لي. لأنه بكرس حالة الانقسام المجتمعي الموجود، يا ريت المدارس تكرس أكثر مفهوم المواطنة وتدرس الناس حقوقها والقوانين وكيفية الانضباط فيها ونترك موضوع الدين للأهل لأنه مو كل واحد جاي من خلفية مسيحية أو مسلمة بهمه إنه يدرس الدين لأولاده. قلنا إذا في عنا مستثمر بيحب يشتري أسهم في السوق المالي ويعمل له يعني بزنس صغير لإله فليكن الأردن يقرر منح الجنسية للمستثمرين الأجانب اللي بيستثمروا مبالغ ضخمة في البلاد القرار طبعا بيصير ردود فعل رافضة تحت شعارات أن ده هيغير مكونات الدولة وكل ده الأمر في نظري مرتبط ب... بنظرتنا للجنسية كمرادف للهوية، للهوية باعتبارها إن هي ناتجة عن رابط الدم والعرق، مش إن هي زي أمريكا مختلفة. طبعا وعندنا كمان قضيه اكبر من هيك بالحقيقه بالمجتمعات الخليجيه اللي فيها ملايين الملايين الوافدين من جنسيات وقوميات اخرى اللي ولدوا فيها وعاشوا فيها لمده عقود وما زالوا غير مجنسين وما بيحلموا حتى بالجنسيه هذا الوضع غير انساني ويا حبذا انه دول الخليج تلاقي حل له بالقريب العاجل والا الازمه حتتفاقم متحف الهولوكوست الامريكي يعلن عن سحب جائزته التكريميه من أنغ سان سوتشي بسبب موقفها الرمادي من العمليات التطهير العرقي اللي عم يقوم فيها الجيش بميانمار ضد اقليه الروهينجا. <applause> طبعا خبر زي ده يضع اصدقائنا في المنطقه في مازق ما بين الاحتفال بالقرار وما بين ادانته لانه ناتج عن مؤسسه صهيونيه. طبعا قرار زي ده من مؤسسة بحجم متحف الهولوكوست هو الرد الأمثل على الأصوات الخارجة في المنطقة اللي بتقول لماذا لا يهتم العالم بإبادة المسلمين وفكرة أن في ستاندردز مختلفة في التعامل مع الأمور وطبعا الناس بتنسب هالعملية التدخل الأمريكي والأوروبي بكوسوفو وبوزنيا من أجل المسلمين بس بالنسبة لي بموضوع ميانمار بالذات والروهينجا الصورة النمطية اللي موجودة عن الأديان معينة هي اللي لازم بالحقيقة نعيد الحسابات فيها لأنه الديانة البوذية مرتبطة بالتسامح بس لعبوا رجال الدين البوذيين كتير دور تحريضي ضد المسلمين بهذا الموقف فربط البوذية بالتسامح والإسلام بالعنف والهندوسية بالصوفية هي هذا تبسيط كثير للأمور أنا بعتقد لازم دائما ننظر للدوافع الحقيقية المشكلة يمكن هي بالإنسان أكثر منها بالأديان إذا كانت الدوافع الإنسان خيرة فحيلاقي مبرر للخير بعقيدته، اذا كانت دوافع الانسان شريره وانانيه حيلاقي مبرر لهذا الشيء بعقيدته وحيستخدمها من اجل التحريض، فمشان هيك لازم يكون في عندنا قيود اكثر على السلطه الدينيه بالحياه العامه لحتى ما يستخدم ما هو مقدس لتبرير ما هو مدنس. لا انت دخلت في امور كبيره قوي دلوقتي. فكرة ابسط اعتقد ان الخبر بيصيرها حوالين شخصية اونغ سان سو او شخصية اي زعيم ان احنا بنأله الزعماء دول ان هو هذا الزعيم هو بطل من اجل الديمقراطية اذا فهو شخص كويس في كل حاجة. احنا هنا عندنا واحدة بطلة في نضال وعملت نضال بارز ومهم من اجل الديمقراطية في نفس الوقت هي واحدة بتؤيد الـ الـ يعني التطهير العرقي للمسلمين. نظرتنا للزعماء ان هم يحملوا اكثر من وجه اعتقد ان ده سؤال لازم نفضل نفكر فيه فرعون بس تفضلوا انا عم خلونا نحلها نقسمها بعد اتهامه بالتعامل مع العدو الاسرائيلي القبض عليه وتدمير حياته التحقيقات مع المسرح اللبناني زياد عيتاني بتشير الى ان الامر كله مفبرك من قبل ضابطه سابقه في جهاز امني الامر كله بيشير الى مشكله اتهامات الخيانه والعماله السائده في المنطقه قبل انظمه تيارات فكريه لو انت مختلف لو بتفكر خارج الصندوق اذا انت خاين وعميل يعني عمليا هي الخيانه والعماله حاله استثنائيه باي مجتمع بس مجتمعاتنا بتحس انه في خائن وعميل ورا كل باب يعني هي حالة مرضية جدا، إذا ما لقينا طريقة لعلاجها راح تكسر أواصر الثقة بين الناس، ما راح تسمح بـ 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 بتشكل مفهوم صحيح وصحي للمواطنة، يا ريت نلاقي طريقة مختلفة للتعامل مع أصحاب الرأي المختلف بدون تخوين، بدون عمالة، بدون تكفير في معظم الأحيان لأنه هذا الشيء ما رح يسمح بتطوير حس مواطنة سليم. ما بيستحي، حرام أتحمل سهرة. ما تحمل الخسارة، ما راح نسمع حسه لفترة. بعد هالخساره ما راح يقدر يصرف ولا قرش باسطنبول. <applause> قنوات ام بي سي بتقرر الامتناع عن عرض المسلسلات التركيه، القرار ياتي في اطار الصراع الخليجي وتأييد التركي لقطر واحتضان جماعه الاخوان المسلمين. الموضوع ده بيفكرني بابيات من قصيده نزار قباني متى يعلنون وفاه العرب؟ أيا وطني جعلوك مسلسل رعب نتابع أحداثه في المساء فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء <applause> على ما يبدو جماعة الام بي سي مخافين من الصفحة العثمانية ولكن بالطبع تم الإعلان عن موعد الانتخابات جمهورية مصر العربية وبالتالي تم اقتراح موعد آخر <applause> أنت بتعمل يا عمار؟ عم حضر عزيزي للقاء القمة العربية يعني لازم يعرفوا شو عم يصير بهالدنيا معنا مو هيك؟ قمة ايه يا راجل؟ ما قمة تأجلت خلاص عشان الانتخابات المصرية يعني كل هالأزمات هاي لا تستدعي التعجيل والانتخابات الشكلية بمصر تستدعي التأجيل عجبي انت كنت مستني حاجة من القمة العربية يعني يا راجل زي ما سعد زغلول قالها من زمان صفر زائد صفر يساوي كام عزام خسر الوحيد الحقيقي من الموضوع ده مش القضايا اللي ما كانتش هتتحل الخسر هو المطاعم والفنادق اللي كانت هتقدم ما لذ وطاب للمجتمعين قلت <applause> ايه سوريا اصلا عشان حد يتامر عليها هل الفقر بمجتمعاتنا مؤامره خارجيه هل كانت الثوره نفسها خطا كل الثورات على حق لان الظلم دائما على على باطل هل يمكن بناء ديمقراطيه في المنطقه دون وجود ديمقراطيين حقيقيين يؤمنون بها في كثير ناس الله عم يقولوا انه الاسد فاز very proud of the United States military and all that uh, they do on behalf of all of us, and we're simply exploring options. عمار بتعمل ايه؟ عم حضر حالي للمشاركة بالاستعراض العسكري تبع ترامب يا بختنا يا عم أمريكا هتبقى دولة متقدمة زي كوريا الشمالية عندنا استعراض عسكري بس ما في دبابات قال على البنى التحتية يا خسارة كان نفسي أشوفهم سبع سنين تمر على انطلاقه الثوره السوريه، نحن ما زلنا في قلب الحدث، لكن يمكن في هذه اللحظه ان نبدا بمراجعه بعض الامور حول الثوره. هل كانت الثورة في حد ذاتها مؤامرة؟ هل كانت الثورة خطأ وكان يجب إبقاء نظام الأسد؟ أحلام الديمقراطية هل انتهت؟ وهل فاز الأسد الآن؟ خلينا نبلش من البداية من من موضوع لماذا حدثت الثورة السورية؟ طبعاً الجواب الموجود عند كثير من الناس بالمنطقة كالعادة هو المؤامرة المؤامرة الربيع العربي المؤامرة تفتيتهم وتدميرهم المؤامرة الجيل الرابع المؤامره تقسيم بتاع سايكس بيكو ده المؤامره الماسونيه المؤامره تقسيم العراق وسوريا وليبيا والسعوديه واليمن المؤامره ده البيج بانج الانفجار الكبير المؤامره يعني خلينا نسأل حالنا سؤال هل الفقر بمجتمعاتنا مؤامرة خارجية هل الاستبداد هل الظلم هل التهميش هل وضع وتعيين الأشخاص الغير مناسبين بمواضع إدارية كثير حساسة بسبب الولاء بسبب صلة القربة من عائلة معينة أو علاقات تجارية مع هذه العائلة هل هذا كله ناتج عن مؤامرة خارجية؟ لأن الأشخاص واللي نزلوا على سوريا والناس اللي نزلوا على الشارع بسوريا ببداية الثورة نزلوا مشان هاي الأسباب. لو ما كان في عنا ظلم وفساد وقمع وتهميش واستبداد بسوريا ما كان في عنا ثورة. طبعا مفهوم أن الناس في المنطقة مش بس في سوريا تلجأ لنظرية المؤامرة نظرا لحجم التغييرات اللي بتمر بها المنطقة بعد سنين من الركود. لكن الامر غير المفهوم هو التعامل كان المؤامره و... و... وكل الكلام ده ان احنا مهمين قوي يعني في احساس متضخم بالذات موجود هنا ايه سوريا اصلا عشان حد يتامر عليها هل مثلا سوريا دي كانت من انجح البلاد حول العالم قبل الثوره مثلا في التقدم العلمي في القوى العسكريه احنا بنتكلم على دوله فاشله ونظام فاشل هيتامروا عليهم ليه اصلا عندك احد المواد الموجوده بنظريه المؤامره هي هو انه تامروا علينا لانه في عندنا غاز طبيعي او خطوط انابيب غاز او اشياء من هذا القبيل يعني التفسيرات كثيرة وعلى قد ما في عندك بشر بس وحتى حتى موضوع الطائفية والقومية والمناطقية بسوريا عم نلومه هلا على على التآمر خارجي وقوى خارجية كأنه ما كان عندنا طائفية يعني من قبل الثورة، ما كان في عندنا وضع مناطقي، ما كان في عندنا إشكالات العلاقة علاقة بالعلاقة ما بين مكونات المجتمع كله هذا كان شيء اخترعوه الاجانب وبشكل ما اسقطوا عليه طبعا يا راجل الموضوع احنا كنا زي الفل وما فيناش اي مشكله كل دي هما اللي حطوها علينا النقطه العجيبه في كل ده التعامل مع الوضع اللي كان في سوريا قبل الثوره كان ده وضع طبيعي نظام الاسد ولا نظام الاسد كان طبيعي في شكله الطائفي ولا بحجم القمع اللي كان بيعمله ده وضع طبيعي هو اللي المفروض ان احنا نتكلم انه يستمر او حاجه كده لا وبعدين بيحكوا انه كانه في كان عندنا استقرار بالحقيقه ما با كان عندنا استقرار كان في عندنا آه يعني من اول ما اجى بشار الاسد عمليا كان في عندنا قلاقل كان بالسويدا بمرحله ما باوائل ب 2001 صارت في اشكالات كان في آه ثوره الاكراد وانتفاضه الاكراد بالقامشلي بعام 2004 آه وصارت كثير على فكره حوادث داخلية من هذا النوع بسوريا الناس ما سمعت عنها بسبب التعتيم الإعلامي كان عندنا مليون نازح سوري من مناطق الشرقية بعد 2008 ما حدا سمع عنه شيء بسبب التعتيم الإعلامي طيب هدول الناس الحكومة ما اهتمت فيهم ما عملت أي شيء لحتى تعالج أوضاعهم مشان هيك صار الثورة هذا الإهمال هذا الفساد هذا الظلم هاي سوء الإدارة سوء الحكم هو اللي أدى لقيام ثورة بسوريا نصف مليون قتيل أكثر من عشرة مليون لاجئ خارج سوريا أو مهجر داخلي في البلد أرقام حجم الدمار بتستدعي سؤال هل كانت الثورة نفسها خطأ؟ اسمع سام ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الكلام كان من اندباجة هذا الإعلان بالنسبة إلي كل الثورات كل الثورات على حق لأن الظلم دائما على على باطل، ممكن اختلف أنا مع العقيدة الثورية للثائر، ممكن اختلف مع العقيدة البلشفية، العقيدة الخمينية، بس ما بختلف مع حق الإنسان أنه يثور ضد الظلم. يعني في ناس خرجت بتطالب بالحرية وضد الظلم، في ناس خرجت عندها عايزة تنتقم من الماضي، كل واحد كان عنده سبب مختلف. لكن الملفت للانتباه في الحديث حول ان الثوره كانت خطا وهي المسؤوله عن الدمار هو اخلاء سبيل الاسد من اي مسؤوليه على ده، كانه هو ليس له علاقه بالامر، في الحقيقه انا بتذكر قول لفؤاد عجمي حوالين الرجل في ليبيا المشابه معمر القذافي هذه كانت الكراهيه والغضب التي زرعها الحاكم نفسه، لقد جنى ما زرع هو الاسد اللي حذر الناس وكان اختياره الدمار من البدايه الاسد او نحرق البلد بالكامل اذا في حوان ما ما آه. بالمقابل على الاقل بالبدايه كانت البدايات مثاليه بتعرف بسوريا لا عنف وكانت الشعارات كانت شعارات منطقيه قدام هي الشعارات الاسد او نحرق البلد المتظاهرين كانوا عم يقولوا الموت ولا المذله طبعا مع الوقت تدهورت الامور صار في عندك طائفيه مقابل طائفيه صار في عندك عنف مقابل عنف طبعا 90% من المسؤوليه انا برجع بحملها للاسد وازلامه والطائرات اللي عم تقصف الثوار ما عندهم هيك شيء فالنسبه الاعلى من الدمار نسبه الاكبر من القتل كانت على وتقع الى الان على جانب الاسد وحلفائه بس اكيد المثاليه اللي كانت موجوده اللي دفعت الثوار للحراك تدهورت مع الوقت كنتاج طبيعي للعنف اللي صار مع حجم الدم والدمار طبيعي ان يكون في رد فعل رافض لكل ده متخوف من كل ده اصبح سوريا النهارده بيضرب بيها المثل احنا النهارده بنتكلم بقى هنتكلم على بيت العالم احنا بنتكلم على 12 دوله طب ايه رايكم في سوريا المطلوب لاعمار سوريا على الاقل 250 مليار دولار بس برجع انا بحب ذكر انه الكرامه بنفس البشر ما ماتت، يعني آه الانسان السوري ما زال عنده رغبه بانه حياته تتحسن، بانه مو بس الامن يرجع بس انه يعيش بكرامه، وضمن الظروف المتاحه حاليا آه حتى لو فرضنا اعيد بسط آه السلطه النظام على كل آه شبر بسوريا، العيش بكرامه غير متاح ضمن حكم الشبيحه، حنرجع يعني للبدايه. فطالما الانسان عنده رغبه بالعيش بكرامه ما انتهت موضوع الديمقراطيه، بس لازم نقول انه دائما كانت معقده القصه، ما كانت حتصير بين ليله وضحاها، ليش؟ اجت الديمقراطيه على الغرب بين ليله وضحاها، صراعات صارت عبر عشرات السنين بل مئات السنين الى انه وصلنا لهي المرحله، بدنا حداثه، بدنا بدنا شيء يتغير بالوعي، وهذا الشيء ما بصير الا باتون التجربه اللي عم نمر فيها حاليا. بعيدا عن حجم الدمار والدم ده اعتقد ان في سؤال احنا مش راضيين نواجهه لغايه النهارده هل يمكن بناء ديمقراطيه في المنطقه دون وجود ديمقراطيين حقيقيين يؤمنون بها هل مع وجود طيارات تحمل افكار اقصائيه للاخرين طيارات الاسلام السياسي كمثال هل مش وجودهم ده هيؤدي الى خوف دائم لدي الاقليات الدينيه لدي العلمانيين اللي بيخليهم يلجاوا للانظمه هروبا من هذه الطائرات وهل اصلا ينفع ان احنا نبتدي نتكلم عن ديمقراطيه وتحول ديمقراطي دون التعامل مع الازمات الحقيقيه اللي موجوده عندنا في فكره الهويه وتعاملنا معها؟ لا طبعا نحن لازم هي الفكره تكون هي من اهم الاشياء اللي عم نحكي فيها، فكره الهويه والانتماء والمذهبيه والطائفيه هي اللي عم نحاول نهرب منها طول الوقت ونقول هي مؤامرات خارجيه، لا هي ازمتنا الحقيقيه او جزء من ازمتنا الحقيقيه بالاضافه للتنميه، فلازم نحكي بهي المواضيع، لازم ما نخاف بها واعتقد اتكشفت حقائق كثيره عبر السنوات الماضيه، المفروض تشجعنا على بدال ما نهرب من من مخاوفنا من مشاكلنا انه ندخل بخضم هاي الامور ونحكي فيها لانه بدون حديث صريح حن حنوصل لقتل صريح طبعا <applause> سام في كثير ناس هلا عم يقولوا انه الاسد فاز لانه في عندنا تعريف معين للفوز له أه جذور بالثقافه السوريه هو انه البقاء على الكرسي يعني الفوز مثل ما بنشوف خطر ومفاجاه وطنيه تاري نحن منتصرين وما حاسين هلا نحن منتصرين ايه ايه هلا هيك فهمت تاري الحرامي ما كان هدفه الكرم ولا الضيعه ولا البيادر كان هدفه الوحيد يشيلني من المخترع وما قدر لذلك هو المهزوم ونحن المنتصرين ولا والله مفهوم الفوز بيتطور جدا واضح ان الفوز النهاردة بيتضمن ان الشخص ما يبقاش هو ليه اي علاقة اصلا بالوضع في بلده ويبقى ناس تانية هي اللي بتقرر له مصيره خلال ايام قليلة ايضا سيكون هناك اجتماع ثلاثي روسي ايراني تركي لمناقشة اوضاع حول سوريا يعني النهارده عندنا واحد ولا هو مسيطر على الوضع في بلده ولا يملك قدره على اعاده بنائها مره اخرى على تضميد الجراح اللي موجوده على الاعمار فيها فوز ايه ده بالضبط يعني عمليا الاسد صار قائد ميليشيا ممكن تكون ميليشيا اكبر من غيرها بس بالنهايه مصيره بيتحدد من قبل القوى الانتداب اللي صارت موجوده على الارض يعني سوريا لم تعد حره صارت خاضعه لاكثر من انتداب وقوى الانتداب هي هي اللي عم تقرر مصير المناطق المختلفه بسوريا الإيرانيين آه الأتراك كل دول طبعا اللي هيقرروا المستقبل في سوريا أعتقد إن إحنا ما نقدرش نتكلم النهارده عن فكرة استمرارية سوريا كما نعرفها، الحل الواقعي هو التقسيم الفعلي على الأرض، هو ده اللي هيحصل إن عندنا واقع جديد مستمر، الأكراد في منطقتهم، مناطق إسرائيل مش هتسمح بإعادة سيطرة النظام على الحدود عندنا التقسيم هو النهاية الطبيعية للوضع في سوريا. ولنا هنا موقع. على الرغم من كل الوجع اللي بيشعر فيه كسوري بهالمرحلة وكل الدمار اللي شافه قدامي لساتني بنظر للمستقبل بتفاؤل لأني بعرف تماما أنه الميزة الحقيقية اللي بتجمع كل السوريين على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم ومناطقهم هي قدرتهم على التأقلم مع المتغيرات وعلى استيعاب كل هالمتغيرات المدن السورية خربت وعمرت مرارا وتكرارا عبر التاريخ ووافدين جدد اجوا كغزات وكلاجئين واستقروا فيها واندمجوا وتغيروا اكثر مما غيروا، وغالبا ما كانت ايجابيات هذا الشيء اكثر من سلبياته اما السوريين اللي اجبروا على مغادره الوطن فدائما حملوا هي المرونه معهم فين ما راحوا وهي كانت مفتاح نجاحهم ومن الواضح انه هذا الشيء عم يتكرر مع اللاجئين السوريين اليوم ومشان هيك هن كمان حينجحوا فين ما كانوا ومن هالقناعه النابعه عن التجربه بينبع الامل عمار يتحدث كسوري لا يسعني الا احترام ذلك ماذا يعني اعتراضي بالمنطق والحقائق على الارض مقابل النضال من أجل الحياة أمام همجية جزار دمشق الثورة السورية ما كانتش مؤامرة خارجية حجم القتل والدمار ما كانش اختيارهم تحولها الحرب بين الطوايف والأديان كل ده كان نتاج واختيار الأسد أب وابن الواقع للأسف بشع يؤسفني أقول إن ما فيش ضوء في نهاية النفق ما أقدرش غير إن أنا أنهي حديثي بتذكر بيت من قصيدة أحمد شوقي بني سوريا اطرحوا الأماني والقوا عنكم الاحلام القوا وكان هذا هو موقفنا